شوفوا الناس لو شغلناه قالوا لي عندك الحق كان بيد باش نعمل فيديو على نطيب شوية حجل. شوف هذه موسيقى تو تسمعوا فيها ولا تسمعوا في سمان جيران فيرن عيشة كحلة وبر بون الكيانت هذاك اش عنا فيه خلينا البصل بتاعنا هذه غنية تو هذه الموسيقى الله يعيش الكحلة شوية خضرة بتاعنا لطفة على الموسيقى هي هنا تصور في الزبور راسي نقلب رب الموسيقى بتاع الزبي انا الزبور من يوتيوب تاسيس يا رب الموسيقى انا الزبور كل شيء الواحد يخرى انا الزبور انا بول ديهم الزبور والله من حط غنية اخرى ويدهم بالزبي من حط الزبور خميس تمام خميس خميس نشوفوا يحققوش الزبدة ما يسترنيه ما يسترنيه أول أخ ما يسترنيه لا يعقبوا الزبدة قال لها فمك يا الزب ورمك هاي أخ ما يسترنيه هاي يا مرأة وريهم أخ ما يسترنيه بتاع الزبدة الله يرحمه بنت بالزبي ان شاء الله هاج يقولوا لي بلوكي وزبي 4 سنين على ما يسترني على البرازيل وتونس يا ناس ترى هما عندهم 4 سقين 4 زبوب 6 كرارس ماني فاهم حتى شيء بشر كيفك اصفر كيفك ابيض كيما كل مخلطين الزب مانيش فاهم الزب شنية تاكل بهامة كيفاش توقف كيفاش تعمل تبطل ربع الكرة هنا الزب يا زب هذا ما هيك على الزب قالوا حالة بال وزبي لا يكون الزبي حنبال في ايامته وصل الباب روما ما عملولوش هكا كذب والله العظيم نتفرج قلت شنو هذا منين جاي الوليد حركوه مسكين الزب شعلوا سافا بون فما حاجه اكزوتيك ما تفهمين الزبي الروضه حلتونا روضه يا الزبي حلونا روضة بزاف البرازيليين الجو موفمون تاعهم يخبلوا لك عينيك مش توقف قالوا ما انا ما وقفوش مليح واش توقف بزاف باش تجري لك لك ملك هكا ينقز لك ملك مشيت تتنيك يا زبي مشيت تتنيك يا زبي احنا الباس بتاعنا بالكيلو بلونشي بامبو بامبو
فهمت انت باين يا سبي، هما يخزن لك وين كان لك يا سبي دي يوزع ويدخل هو يماركي يا سبي. قالوا اون تام دو ماتش ديفيسيل وباقي كريق البارد نتاع الزبي، وهذه هي التشكيلة المثالية ورا الزبي، فما تشكيلة ورا الزبي فهمت. بون خليناهم شوية بالبصل نتاعهم وبالفاحات نتاعهم فهمت، هذيك كمية نك عليها كيما الكيانتي كي العادة فهمت. إن شاء الله توا عنا الفورم بتاعنا شو نحطوها ربيع ساعة درجين، ربيع ساعة في الفور هذا على فور زادة بردو شوية باش يسخن هو. بون حطوا السمان الفخاذ السمان وزدر السمان بتاعنا من فوق بالكل، قليناه شوية حتى يزيد يشيخ على روحه في الفور. حطوله شوية بيري بيري تيري تيري بلاستيك. قلت لك ما عادش تحط لي رب البلاستيك في الواحد شات زبي زوفاس ميتولز نحطب لوح لبواي نوبل شات حبي لبواي نوبل. هذه زبده بال الحشيش الحشيش كريم وزعتر، اعملوا لنا حاجه هكا في تونس شويه خلت زبده بتسبي وعيش كحله شويه نوع في الخبز باقيت باقيت والزبده حاجه نعمل طيب نعملوهم بشويه بيسين فاي فك علينا مش طيب حطوها هكا فوق الغرب غدوة مرتاح. نعلى حتى يجيو أصحابي من دوسلدورف جوابسية من جابس ديما يجيبوا لي روس العلالش نقعدوا قاعدة حلوة بالقدر تحفونا برشا. لاحظت برشا لولاد الجنوب بصفة عامة قعدتهم مزيانة. بون واحد فما عبارات واحد يقعد يعز شوية على كلامه وعلى معناتها كي نبدا ناكل انا و ما يمسش الصحن خاصة مع القفصة إلا ما تقول جابس إلا ما تقول له بسم الله حاجات هذوك بون حطينا كامل نسكر وكذا نشرب كون على روحك شيخ على روحك التقاليد الكل نحاولوا باش نحطوهم في الساكاتو بالتالي ونقعدوا مع بعضنا نكون شيخين فهمتوا ولا لا. إذا تقعد تعس على فمك بصفة عامة ما عادش تولي قاعدة حلوة.
واحد يقعد ناتوريل وشايخين مع بعضنا الكل وقدر كل تقاليد ما جو بو با مانتيغري تولي معناتها ديفيرونت كولتور اللي موجوده في تونس وفي العالم الاجمع وجزيري ما يحملش هكا والمغربي ما يحملش هكا والليبي كذا ومن الجنوب ومن الشمال واحنا واحد يدخل بعض نكونوا ملتي كولتوريل وعس حاجه اللي موجود فهمت هاي بوسكم كله نقولوا فيها بون سواري و